يا ناس خلوني بحالي. مرحبا باركيني. فاجأتك مالك؟ فاجأتك. لا تقولي ما فاجأتك. لا ما فاجأتني، فلجتني. شو بدك يعني سقط يعني؟ لك ليش هيك عم تحكي؟ غليظة 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 غليظة. ليش هيك عم بحكي؟ لأنه كل دقيقة بتنط لي من قبل مثل السعدين. لك من فرحي يا رحاب. لو بقول لك ليش أنا مو سايعتني الدنيا من فرحي ما بتصدقيني. لتكون لقيت وظيفة بعد الظهر. لك مين جاب سيرة الوظيفة هلا؟ ليكنا عايشين الحمد لله والله ساترها معنا. هلا بزمتك، هالعيشة يلي عايشينها عيشة؟ أوهو علينا، هلا قيمينا من هالسيرة. ايه رح قيمك من هالسيرة. لك اتركي من ايدك وتعي معي لبرا، ما بدك تعرفي ليش انا فرحان. تعي لك انا بحكي. المهم يا ستي مالك بطولة هالسيرة؟ انا قاعد بالوظيفة وجابوا الجرايد كالعادة، قلبتن جريدة ورا جريدة ورا جريدة. قمت بهي الجريدة شو اكتشفت يا حزري؟ شو؟ اعلان شكر على عملية ناجحة، اخذت تقريبا نص الصفحة. اقري. ايه شو ايه؟ اقري منيح، بشو بتذكرك؟ بمين؟ لك قال مين قال؟ اقري تفرجي. الدكتور رجب العواميدي. ايه لك مو الدكتور، مو الدكتور اللي باعت الشكر للدكتور. ايه سحبان عبد الغني شكري. ايه مينو هاد؟ لا رحاب بزعل منك، ها لا تغلظي. لك هذا سحبان رفيق طفولتي، وياما وياما حاكي لك عنه. لك ايش بدي اتذكر؟ لا اتذكر انا
ما شاء الله حولك، رفقات الطفولة تبعك كتار كتير يخزي العين. ايه بس سحبان بالذات أعزر فيه على قلبي ويا ما حاكي لك عنه. ولك هذا اللي كنت فاتح أنا وياه بزماناتي بسطة رحاب. ايه صح تذكرت لك. ايه بس هذا منين صار عنده أموال وشركة؟ ما فكري دائما كنت تقول عنه غشيم عصره. اه شايف يا بالله على الشغلة، الحظ أعطيني بالبحر الميني. لك اسمعنا قلك بلكي كان واحد تاني غيره هاد. لا مستحيل أعوذ بالله، أصلا اللي اسمه سحبان هدول نادين كتير، فما بالك إذا كان عبد الغني وشكري كمان. لا هذا هو هذا. لك طيب من لك كل هالمصاري؟ شو بيعرفني؟ يا عليم الله اللي كان يشوفه هو وصغير كان يقول هذا الصبي بحياته ما بيصير. يا حرام قديش كان غشيم. يا ستي بزماناتي كان عندي بسكليتي كنت أجرها بالعيد، كل برمي بربع ليرة. أمرة أجا لعندي وعرض علي يشاركني، حزري شو قال لي. شو قال لك؟ قال لي لك ليش أنت الله تعب لك بالك ومبتلش هالبلشة، بتوقف كل نهار عند البسكليتي وبتعلق مع الأولاد، أعطيني أنا بستثمر لك إياها وروح أنت ساوي صينية خبيصة والمربح بالنص. أه وين الغشملة بالموضوع؟ ما فهمت أنا. لك هذا الأجداب ضلت عند البسكليتي أربعة أيام ليل نهار، بالأخير جاب لي نص ليرة، يعني مو مشغلة غير برمتين بس. شو هالحكي؟ إيه مثل ما عم بقول لك، ومو هون المشكلة. لكن وين؟ سرقوا له البسكليتي. هو هيك قال لك؟ إيه، وجع لعندي عم يبكي ويسح وينح، قال لي مشان الله ما تقول له لأبي، أنا بعرف أبوه ظالم، يعني إذا دري رح يقتله قتلة حشكو لبك. طبعاً أنت ما قلت له لأبوه. أعوذ بالله ما أحلاني خبره، ما بيكفي الله بالي بالغشم والبهمنة لحتى روح خبر أبوه يقتله قتلة حشكو لبك. قلبك كبير من كل عمرك، قلبك كبير. الله الله يا دنيا، شوف الإنسان وين بيكون وين بيصير. مين كان متوقع أنه هذا الغشيم البهيم يصير رجل أعمال وعنده شركات؟ لك بس تكلفة الإعلان اللي حاطه بالجريدة بيطلع قد راتبي وثلاث مرات. لك سليم هلأ أنت قدي صار لك ما شفته؟ اوهو من هديك الايام. وبوقتها بتذكر انه قازن المدرسة اتهمه بانه سرق بسكليته لاستاذ التاريخ وقلعوه من المدرسة، ومن خوفه ليقوموا يدروا اهله ويساووا له مشكلة هرب وانقطعت اخباره. ايوه قلت لي غشيم. ايه حاصله. شو رأيك تحمل حالك وتروح تهنيه بالسلامة؟ شو رأيي؟ لك ما احلاني وما روح. أساساً أنا من هديك الأيام لهلا عم أدور عليه وما عم لاقي. ما بتتصوري قديش أنا فرحت لما لقيت عنوان شركته لهذا الدب. يا عيني عليك، معناها بتروح بتاخذ له باقة ورد تروح تهنيه بالسلامة، ويعني بالمرة طالما أنه أحواله منيحة وكويسة بلكي بتطلب منه أنه يساعدك بشي وظيفة بشي رحاب بزعل منك. ها لا تغلظي، معقول يعني رفيق طفولتي بعد 30 سنة صلي عم أدور عليه وأنا شوفه وقلتقي فيه روح أطلب منه مساعدة؟ إيه وشو فيها؟ لك أنا شو فيها؟ قال ليكنا عايشين وما أحلانا مو ناقصنا شي. ولك أنا حابب شوفه لأني مشتاق له، حابب أقعد أنا وياه كام ساعة هيك نتذكر أيام الطفولة والصبا. يا لطيف قديش مشتاق له لهذا الغشيم، غشيم عصره دب. لك شو وين الملعون؟ عفوا عم بقول وينه السلال؟ عفوا عن مين عم تحكي؟ حضرتك اكيد مخربط بالعنوان. إيه لا يا ستي ماني غلطان، ماني غلطان بنوب بنوب. مو هون شركة سحبان؟ اي نعم، بس مين حضرتك؟ ليلي بالاول هو هون لما لا. ايه هون بس عنده اجتماع. ايش شو؟ الله الله والله وكبرتي يا بيت انجاني والدندل وجراسك. عفوا لو سمحت ممكن تقلي مين حضرتك وشو بتريد؟ ولك انا صديق طفولته سليم سلم. بس وينه؟ لا تجيبي له سيره بنوب، بدي فاجئه والله لخليه جن. انت بس دليني على الباب بودي لعنده على المكتب وانا بتصرف لحالي. هذا هو الباب ما وين رايح؟ وقف عندك. لك لا تخافي. شو بكي؟ لا تخافي، انت وقفي هون عند الباب وشوفي كيف رح يلاقي لي. ايه رح يطير عقله بس شافني. تعال نجرب. مستحيل، عم اقول لك عنده اجتماع. لك شو بكي مرعوبه؟ بتخافي منه ما بتخافي منه؟ بتخافي منه اكيد. لا القصه مو قصه خوف بس حاجتك بقى يا حاجتك بقى غلاظه، اكيد بتخافي منه.
يحرق حريشك يا سحبان، صار عندك موظفين وصار يخافوا منك. بتخافي منه انت؟ اذا بتريد يا سيد فهمها مثل ما بدك تفهمها، بس انا ما بقدر دخلك لعنده قبل ما اعطيه خبر. طيب ماشي الحال، ماشي الحال، بس بتعرفي انت هيك فقستي لي كل المفاجأة والمخطط تبعي، بس مو مشكله، على كل انا ما بحب ضرك كمان، راح اقعد كرام عيني. تفضل. شو يا؟ بلاقيك انت كمان قعدتي؟ اي نعم، لانه ما بقدر احكي معه قبل ما يحاكيني هو. يا حبيبي. انسلونا؟ نعم استاذ. العقد جاهز للتوقيع؟ ايه جاهزين استاذ. جيبي بتاعي لعندي زي بسريدي. حاضر يلا. جيلو عني ها. تسلموا على الايدين. تفضل استاذ. شكرا. تفضل. خير في شيء؟ لا استاذ ما في شيء، بس عن اذنكم. تفضل. معقوله يا لونا؟ معقوله؟ شايفه عندي رجال اعمال محترمين، شلون بتتصرفي هيك؟ شلون؟ انا اسفه كثير استاذ، بس في موضوع كثير مهم لازم اقول لك اياه. خير. مرحبا يا غشيم. معرفتني ما؟ لا بق يا شلابي، لا شيوحة مرجوحة ولا ابريس بقاب. كيفك سحبان افندي؟ عن اذنكم يا جماعة، مشان الله ما تأخذوني، دقيقة واحدة وبرجع. سحبانو حبيبي، حبيبي انت حبيبي، لك وينك 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 اه؟ لا تواخذوني يا جماعة، لا تواخذوني، يعني أنا اقتحمت عليكم الجلسة بدون أحم ولا دستور، يعني ما قدرت أتحمل نار الانتظار، لك ما بتعرفوا قديش أنا مشتاق لهذا الندل، لا الندل. سليم إذا سمحت. شو عم تحكي معي بالفصحى؟ ولك أنا سلم، لك سحبان أنا سليم. شو رأيك أستاذ سحبان نأجل توقيع العقد لبعدين؟ لا 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 ما في داعي. لا في داعي، أجلوه عمي أجلوه. عم تضربك ما قل ذوقك، معقول أنت بعد هالغيبة والانتظار تجي بدك تساوي عقود بحضوري؟ لا اتركوه، يلا يلا حبيباتي كلياتكم مشتاق له كثير، يلا قوموا. والله ونحن هيك رأينا كمان. ها شفت؟ ولك هي رفقاتك طلعوا مزوين أكثر منا. سليم إذا بتريد رجع يحكي بالفصحى. ولك سحبانه شو صاير لك؟ على ذكر سحبانه، بتعرف شو قصة هالكلمة؟ سليم؟ بلا سليم بلا بطيخ، تضرب شو صاير سئيل، ما في واحد بالعالم إلا بيكون له لقب، نحن صغار كنا ناديله سحبانه غشيم عصره وأواره، لك مزبوط مزبوط. الله وكيلكم أنا طلعت عليه هذا اللقب، تتذكر لما بتتذكر؟ سليم إذا بتريد لك بلا سليم بلا بطيخ، كل هوا بدي أحكي لهم القصة، هي أحلى قصة بتصير معك بحياتك كلياتها، يا جماعة هي من زماناته كانت أمي وأمه يشتغلوا لفايات، قل لي لا لشوف، قل لي لا، ومرة الله ضرب على قلبهم وأخذونا معهم، بتذكر. وهذا مثل القرد. طلع على الشجرة، في شجرة مشمش هنيك، طلع على الشجرة وصار يأكل 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 هيك، قرب على القصع على آخر وطق انكسر، صح؟ وين نزل يا حزركون؟ نزل بالبير، وربكن حميد إنه ما كان البير مليان كتير، كان شوي فيه، وإلا كان راح فطيش بخبر كان. خلصت؟ لك شو خلصت وما خلصت؟ إيه والله إذا بضل بحكي سنة كاملة عن طفولتنا ما بخلص. يلا استاذ سحبان نحن منستأذن. طولوا بالكم يا جماعه، ما بيصير هيك، لسه ما وقعنا العقد. مو مشكله بنوقع بوقت تاني. فرصه سعيده يا جماعه، ونحن اسعد. فرصه سعيده نلتقي، ها لازم نلتقي، اكيد رح نلتقي، لانه هذا الدب ما حقدركم نهائيا، هلكت لحتى لقيته. رح احكي لكم على صينية الخبيصه، كان يحملها على راسه ويمشي بالحاره من الصبح لاخر الليل، ما يبيع ولا قطعه غشيم. بحكي لكم. زراف رفقاتك زراف. لا يا غشيم لا لا، وعامل لي فيها رجل اعمال وطقم وجرافي وما شاء الله ما شاء الله حولك، ولك يقطع عمرك ما اغلظك، ايه فهمت علي؟
ليش هيك عملتني قدام رفقاتها؟ بدل ما تفوتني بحفاوة وتكريم وتحطني فوق راسك قدامهم، بس ما في فايدة. غشيم غشيم. ولك بتعرف حضرتك شو سويت هلأ؟ ليش شو سويت هلأ؟ خربت علي صفقة ضخمة كان ممكن ترفعني لسبع سما. ولك الله لا يشبعك مصاري يا ابن بياع المازوت، لك بكفي حاجتك حاجتك. أنا آسفة كثير أستاذ، عملت جهدي بس اللي صار صار. المهم هلأ عندي موعد اليوم لسه بالمكتب. طبعا أستاذ. مع مين؟ مع السيد هاني مدير مجمع درة الشرق. قديش بقينا على الموعد؟ يعني شي نص ساعة. طيب اتصلي اعتذري منه فورا. هلا؟ ما واردي ما هيك؟ طبعا. بس كمان مصيبة يجي ويلاقي هذا الوبشون. بصراحة استاذ أنا مستغربة ليش لهلا ما قلعته. إيه هو كان يتقلع. استاذ شو رأيك نطلب للشرطة؟ أوعي بتقوم تيجي الشرطة مع وصول السيد هاني، مصيبة. طيب استاذ شو رأيك نتصل بالسيد هاني ونغير مكان اللقاء بيناتكم؟ ما حلوة هيك اعتذار من رجل أعمال مثل السيد هاني، المفروض يكون قبل ساعتين من الموعد على الأقل. يا ربي منين حدفته علي هلا؟ طيب استاذ ليش ما بتعطيه مبلغ وبتصرفه؟ هيك ما؟ طبعا استاذ، واحد مثل هاد شو اللي خلاه يجي لهون ويفرض حاله على حضرتك ويحرجك قدام ضيوفك لو مو طمعان بالمصاري؟ بتظني إنه هذا هدفه ما هيك؟ إلي كان استاذ ماله لا أول واحد ولا آخر واحد بيستغل معرفته بتاريخ بعض الناس لحتى يبتزن ويخليهم يعطوه مصاري. والله جبتيها يا لولا، هالشي اللي عم يسويه ما له غير الهدف هاد. لك سحبان شو بدك تضل طاني هون عم نستناك كثير؟ يلا جاي جاي. لك أخ لو كنا صغار كنت أدحتك شو تروحت لك سنانك. تتذكر لما ضربتك بالتواليتات نحن بالمدرسة؟ مشان شو إلا مشان شو كان عم يدخن وما كان يشتري باكيت، كان يسرق الدخان من ابو بياع المازوط. صحيح بالمناسبه كيف الوالد؟ تعالي ساوي لنا اثنين قهوه وسط. وينك؟ ما تدخلي حدا لعندي نهائيا. تتذكر يوم طلعت على سطح بيت ام حمدي مشان تسرق بنطلون ابنها؟ تاخذ 5000؟ لو بتعطيني 10000 الا ما ذكرك فيها، لانه هي بالذات ما راحت من باري بنوب. انت اخذت البنطلون من هون وسمعت صوت رجلين ام حمدي على الدرج من هون، وين تخبيت؟ 10000. وين؟ بقلب الخزان، والله ستر انه كانت الدنيا صيفيه والخزان ما كان فيه مازوط. خذ 15000 وحل. وام حمدي ما عاد تنزل بنوب بالسطح، وانت شو صار معك؟ مثل ما حكيت لي. اجيتك انزركت، وين بدك تساويها يا حزرك؟ جوات الخزان. خود 20000 بس حل عني. لا خلصنا بقى سحبانه، خلصنا. لهالدرجة بتخجل من الماضي؟ ولك يا رجال هدول القصص كنز حقهم ذهب. واللي بينسى وبيخجل من ذكريات طفولته شو بيضل له؟ لك يا سحبان انا ما عم اعطيك مصاري مشان ما تذكرني. لكن مشان شو؟ مشان تروح من هون ولا بقى تجيب سيرتي على لسانك. انا؟ لكن انا؟ مالي سليم، نحن اثنين فهمانين على بعض. لا تعمل لي حالك ما بتعرف انه هيك قصص عن تاريخي ممكن تأثر على مركز الاجتماعي واعمالي. قديش بدك حق هالذكريات؟ انا جاهز 50000 منيح. ولك ولا مليون ولا مليون. ان شاء الله مفكر انه جاي لعندك لحتى ابتزك؟ يعني بشو ما عليك. ولك انا لما جيت لعندك كان براسي موال واحد بس، موال واحد اني شوفك واطمن عليك ونقعد نحكي ذكرياتنا القديمة الحلوة اللي راحت. بس يبدو اني غلطت بالعنوان. يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. بجوز بجوز ها بجوز تحسني غليظ، بس انت واحد ما عندك قلب. خاطرك شغله.
يعني انت بالشهر السابع وعلى علمي لسه في شهرين لحتى تلدي يا رحاب. شو عامل لك يعني؟ ما في حامل قبلي ولدت بالشهر السابع؟ لك في بس طولي بالك الله يرضى عليكي، يعني انت بتعرفي البير وغطاء، يعني انا ماني حاسب حسابي بتعرفي. لك انت اساسا امتى كنت عامل حسابك؟ لك ابنك صار عمره 8 سنين ولا لا مانك عامل حسابه بشيء. لك يا منير. نعم ماما. امي بتروح لعند محمود الدايه بيته براس الحاره، بتقول لامي عم تطلع، بتروح بتجيبها وبتجي اوام حبيبي اوام. طول بالك بابا طول بالك، لك وين بعتي انت الثانيه؟ مو لحتى نتاكد بالاول؟ شو اول مره عم بلد انا؟ ولا مفكرني حوبه ما بعرف الطلاق يعني؟ امي روح امي روح. طول بالك بابا طول بالك شوي، يا رحاب يا عيني انت بتعرفي كل شيء ما بدهم ينشح لك، الدنيا اخر شهر يا عليم الله بجيبتي ما بيطلعوا 600 ورقه. ذنبي ذنبي انا حبيبي ما؟ ولا ليكون ذنبي؟ روح امي روح. لك طول بالك بابا شو بقك؟ طول بالك. لك يا رحاب مو ذنبك، بعرف مو ذنبك، بس طولي لي بالك الله يوفقك، طولي بالك شوي. سليم لا تكون ما عم تفهم ولا يعني ما عم تفهم، الشغله مو بايدي. ولك امي روح. لك طول بالك ولك شو بك؟ طول بالك. هلا بدك تقنعيني انك ما بتقدري تمسكي حالك؟ ولك بس من هون لبكره ما ظبط اموري شو بكي؟ بابا على غرفتك على غرفتك. ولك سليم شو صار لك تحيوانت فرد مره؟ ولك هلا بتطقمه الراس؟ رحابه كرمال هالدقن حبابي ما بتسوي يا ما؟ لك بلا غلاظه خلاص. امي روح امي روح. خلاص ابوك جن هيته جن. يعني خلاص ما في خواص؟ الله لا يوفقني، لو كنت عارفان هيك بده يصير ما كنت رفضت. شو رفضت؟ ولا شيء، رايح جهز لك اغراضك. تعال هون بالاول بدي اعرف شو رفضت. لك هو ما في شيء بس بس شو؟ سحبان عرض علي مصاري و وانت ما قبلت. استاذ سحبان انا بدي امشي. الله معك. حضرتك بقيان هون؟ ايه عندي شويه شغل بدي خلصه وبروح. طيب بخاطرك. الله معك. انسلونا. نعم استاذ. هذا الشخص اللي اجا ترك عنوانه شيء؟ لا استاذ. الله معك. سليم رجعت؟ لك فوت فوت؟ ليش واقف عندك؟ فوت 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 لقلك. لك فوت سليم فوت. عود هون عود عود. لك انا قلبي كان حاسس انه انت بدك ترجع يا سيدي، ولو مانك راجع كنت حامل حالي ونازل دور عليك، كنت بدي امشي بالشوارع ودور عليك. مشان الله مشان الله سامحني يا سليم. معقولة أنا أعرض عليك مصاري مشان ننسى ذكرياتنا وما تعود تحكي عنا؟ لا خلاص أنا ما عاد أحكي هيك مواضيع بنوك. أوعك أوعك يا سليم، بعد ما أنت رحت اكتشفت حالي قديش لي صغير. فعلا الغنى مو بس بالمصاري، حق معك يا سليم، الغنى بالماضي بالذكريات، والإنسان اللي ما إله ماضي ما إله مستقبل. شلون غابت عن ذهني هاي الحكمة ما بعرف شلون. المهم هلأ الشيء الوحيد المهم هلا هو انك تقوم تروح معي لاقرب مطعم. شو رايك بمطاعم الربوه؟ هاي المطاعم اللي كنا نروح نوقف قدام بوابه ونمسح سيارات مشان ناخذ ربع ليره باخر السهره. سحبان انا موافق. ما احلاك وانت رافض يا سيدي. نحن اليوم سهرتنا صباحيه، بدك تحكي لي على كل شارده وارده صارت معنا بطفولتنا. لك بعد ما رحت ما بتتصور السعادة اللي حسيت فيها وأنا عم بتذكر الشغلات اللي حكيت لي عنها. من زمان ما حسيت بسعادة مثلها.
موافق بس على شرط. يا سيدي عرفته من دون ما تحكي. انت رح تدفع الحساب من طول عمرك كبرياءك قاتلك ولك دبه. يلا انت لنشوف. دايما على العشاء سليم. مالك علي يمين، اطيب لقمه باكلها من سنين طويله. اي والله انا كمان ان شاء الله بس ارجع من السفر بدنا نرجع نقعد قعده اختها القعده تبع اليوم. اتاري حديث الذكريات شغله مهمه كتير، بكفي انه بيرفع معنويات الواحد وبيخليه يحس بالنعيم اللي هو عايش فيه. يعني انت مسافر؟ بكره الصبح طيارتي. وامتى رح ترجع؟ شهر شهرين على هوا الهوا تعرف. كنت يعني شبك في شيء؟ لا بس يعني الله معك الله معك بس ارجع بحاكيك. ايه هو كنت يلا خاطرك. سحبان سليم افندي وينك يا رجل؟ هاي عملي بتساوية؟ هاي في رجال براسه عقل بيترك مرته عم تطلع وبيروح بيغط مدري وين. والله كنت انا بي لك وين رايح؟ قلنا لك مرتك عم تنتظرك. شباك شو صاير لك؟ يلا يلا هاي شو رجال هاي؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر؟ بدي أشوف مدير الناحية. خير، وشو بدك منه؟ هو اللي بده مني وأنا اللي بدي منه. أوف، ليش مين حضرتك؟ أنا المختار الجديد لضيعة بيضة الصوص. ضيعة بيضة الصوص؟ شو هالاسم؟ ليش هو الاسم؟ بعدين طلع فوق راسك شو مكتوب؟ ناحية كفر الصوص. أما عنا أسماء ضياع غريبة وعجيبة. ليش حضرتك من وين؟ أنا مو من هون، أنا عم بخدم مجند بالشرطة، إجباري. هلا لا تعطلني، بدي أرجع الضيعة. قل له لمدير الناحية بدي أشوفه. لوين لوين؟ مدير الناحية مو هون، طلع جولة. وإمتى بيرجع؟ الله أعلم. والعمل؟ أرجع بكرة. شو أرجع بكرة؟ من هون لضيعتنا أربع ساعات. لكن استنى. طيب فوت لجوا جيب لي كرسي نقعد عليه لبين ما يجي المدير. يا عيب الشو، ما فيني عيرك وما في كرسي اصلا. اذا بدك ترتاح فوت ارتاح هون جوا. لا حول ولا قوه الا بالله. دخلان، ما قلت لي انت من انا بلد؟ انا من ضيعة اسمها حلو كتير. شو اسمها؟ تل المناقيش.
اجى مدير الناحية؟ لا والله لسه بكير. طيب بس اجى خليه يستناني، انا راح اكل لقمه وارجع ما بطول. امرك. عن اذنك. الله معك. ايش مفكر حاله مدير المنطقة؟ لا حول الله. السلام عليكم. صباح الخير سيدي. اهلا اهلا. مروا سيدي، شو بتريدوا مني؟ ليش مين حضرتك؟ انا المختار الجديد لضيعه بيضة السوس. سيدي امبارحه اجى لعنا مراسل الناحيه وقال انه اجي يشوفك. سيدي انا امبارحه جيت بالليل ما رايتك. خلاص خلاص تذكرت. مو انا اللي عاوزك، بمديريه المنطقه هن اللي عاوزينك. بسرعه روح لعندهم. خير في شيء سيدنا؟ علمي علمك، امبارحه جتنا برقيه مستعجله من هنيك بدهم اياك بقى بوشك لعندهم. الظهر لازم شوفه، عندي سفر 6 ساعات. يا اخي عم نقول لك عنده اجتماع، لا بنقدر نحكي معه ولا نفوت لعنده ليخلص اجتماع. انا مختار ضيعت بيضة السوس مو حي الله. بس اللي عنده اهم منك. لا حول ولا قوة الا بالله. دقيقة اخذ لك اذن. يلا تفضل مختار. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. امرني عم. انا مختار ضيعت بيضة السوس، حضرتكم طالبيني. انا ما بذكر هيك شيء. مدير ناحية كفر السوس هو اللي بعتني لعندكم. شو هالحكي؟ استنى لأتأكد لك. مرحبا يا ابني. نحن شو بدنا من مختار ضيعت ال بيضة السوس سيدي؟ بيضة السوس؟ ايوه. اها نعم ماشي، يعطيك العافية، مع السلامة. خير سيدي. بتنزل على المحافظة مباشرة؟ النفوس هن اللي طالبينك مو نحن. على المحافظة سيدي؟ ايه بالنفوس هن اللي باعتين وراك. تحرك. حضرتكم بعتين وراي. عفوا ليش مين حضرتك؟ انا المختار الجديد لضيعة بيضة السوس. شو حضرتك عم تمزح معي؟ ليه بنتي شو عم بمزح معك؟ لا بمزح معك ولا بنكد، هيك اسم ضيعتنا. بيضة السوس؟ ايه بيضة السوس. شو هالاسم هاد؟ على كل هلا بيجي رئيس القسم، هو بيعرف شو بده منك. وان شاء الله ما بطول. لا راح يصلي وهلا بيجي. شرف. اسم علم مؤلف من 4 أحرف، بطل مسلسل عرض بالأبيض والأسود. شو كان؟ شو عم تحذريني؟ هاي كلمات متقاطعة. أنا لا بعرف لا كلمات متقاطعة ولا شفت تلفزيون. إحنا من 2 سنين لو وصلت الكهرباء لضيعتنا. أوف، معناته ضيعتكم كتير متخلفة. متخلفة؟ إيه متخلفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حضرتكم بعتين وراي. مختار ضيعت بيضة السوس، أول مرة بسمع فيها. مين بعدك لعنا؟ مدير ناحية كفر السوس بعتني لعن مدير منطقة دير الشيصان. مدير منطقة دير الشيصان بعتني لعنكم. ما يعني تقولوا لي شو بدكم مني؟ يعني بركي من حق برجع الضيعة لأنه بدي حوالي 9 ساعات أصل. يا لطيف قديش بعيدة ضيعتكم؟ مظبوط. انا بدي اياك. انت مختار الضيعه؟ اي نعم سيدي. في عندكم بالضيعه المدعو جدعان النو. مظبوط. هذا اعمى وخلق اعمى. اي مظبوط. انا كاتب هالشي عندي بالدفتر، شوف كاتب انه اعمى ولا يصلح للخدمه العسكريه. مظبوط. طيب الله معك.
أرى أمامك مفراً من إخبار يوليوس قيصر بما فعلت من إخفاء لغنائم الحرب وكنوزها، وقد يعفو عنك. إنه لا يسامح حتى أباه، وإن علم بأمري سيقتلني لا محالة.
افتح يا باسيوس. اعتقد انها النهاية. اجل، انها النهاية. انها فعلا النهاية. ابتعد ابتعد. لا لا لا، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بك يا رجل؟ ما الذي اصابك؟ لقد افزعتني. لقد حلمت حلما سيئا يا زوجتي، ناوليني بعض الماء. الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. سلمت يدك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد جن الرجل. اجلسي يا امرأة، اجلسي، فوالله لا هو حلم غريب. فليقين الله شر هذه الأحلام. أخبرني بماذا حلمت. حلمت بأننا نعيش في زمن قديم، وأنني أخفي بعض غنائم الحرب عن القيصر، ولما كشف أمري أوسعني جنده طعنا بالسيوف. والله إنه لفأل سيء. ربما أحس مولاي السلطان بأنك أخذت بعض الأموال من الخزينة. صاحم يا امرأة، ربما سمعك أحد. أنت تعلمين أنني خازن بيت المال، ولا يمكن لأحد أن يشك بي. لقد حذرتك من سرقة أموال الخزينة، وهذه هي النتيجة. قلبي يقول لي بأن هذا الحلم ليس خيرا. من في الباب؟ افتح أيها الخازن، مولاي السلطان يطلبك الآن. افتح وإلا كسرت الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. الله يخزيك يا شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخزيك. علامك يا أخوي، شو اللي جرى لك؟ عين الله عليك. ما أدري يا بنت العم، أنا بحلم ولا بعلم. الله يلعن أبو النوم وساعته. منام منام غريب عجيب. منام؟ وشنو هذا المنام اللي خليك تفيق من نومك مرعوب؟ خبرني يا ولد عمي، طمن قلبي. حلمت أني أنا وياك عايشين بزمن قديم، وقوم واسرق خزنة السلطان، وما حسيت وما دريت غير زلمة السلطان فوق راسي يبون يذبحوني. هذا هو جزات أفعالك الشينة. كل يوم ترعه بالحلال وتعود به ناقص، وحين اللي يسألوك وجوه القبيلة عن الحلال الناقص تقلهم كلاه الوحش، وانت تكون بعته لرعيان القبائل الثانية. يا رجال خاف ربك يا رجال، ترى بكرة يكشفونك، وساعتها ما ينفعك الندم. ولج ولج، انشبي يا حرمة، ان شاء الله انقطع لسانك. كلام الليل يودي، ودك تفضحيني قدام وجوه القبيلة؟ يا أهل البيت. علامك يا متعب، علامك. يا هلا بخير يا أخوي. طويل العمر يريدك، يبي يشوفك الحين. الحين؟ الموضوع ما يستنى لشقوق الضوء؟ لا بالله، ترى انه الموضوع خطير. وانت يا متعب ما تعرف وش هو الموضوع؟ خوفتني، وش هو اللي صاير؟ انت اللي تعرف الموضوع، اللي ما تخاف من ربك. امشي قدامي ولا تخيطك. امشي امشي. يا ويلك يا مزنة، يا ويلك ويا سواد ليلك. تركني ولا لا؟ شو صار؟ شوفي شو يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بك حبيبي؟ شو المنام؟ منام شو؟ جد منام بضحك. هلا عن جد فيقتني ورعبتني هالرعبة مشان منام وبيضحك. فعلا ثقيل. شفت منام بضحك بس بيخوف. شو يا ستي؟ قال أنا راعي من هدول الرعيان تبعات القبائل، بصير بسرق من الغنمات. كنتي لابسة انتي فستان، بفرط بالضحك. وبعدين شيخ القبيلة ببعث لي واحد هيك طويل، اسمه مراعي
ايه اسمه متعب، بحط البارود المناخيري قديش حطني. ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ بعدين فقت. بتعرف صالح، يمكن انت الان مشان صفقة الأغذية الأخيرة. والله انا قلبي كان نازني، ما كان لازم تفوت هيك أغذية فاسدة على البلد. لك شو عم تحكي انت؟ شو التخريفات؟ مشان الله قليلي شو التخريفات؟ واحد اسمه كبير كتير مثل حكايتي، من شو بده يخاف؟ لكن اللي أصغر مني عم يشتغلوا شروي غروي وعلى كيفهم وما حدا عم يحاسبهم. بعدين شو بنام مسوس؟ شو نسيتي؟ نسيتي السيارة اللي بجيب لك يا حلوان الصفقة؟ نامي حبيبتي نامي. مين بده يدق لنا تليفون بهالوقت؟ خير؟ ولي الله يستر. الو مين؟ اهلين مهيب، شو القصة؟ خوفتني. ايه؟ بشرفها عم تحكي جد؟ طيب. على خير؟ شو في؟ شغلت لي بالي؟ باركيلي لك ألف مبروك، بس على شو؟ على الصفقة. طلع المنام فاشور والبضاعة مرقت، مو قلت لك؟